وهنا يكون دخلنا على المرحلة الثانية. أما عاد المرحلة الثانية لا يكون بس تبينا نستأجر موتر، وموتر كفتة وش فيه؟ لا يا عامر، موتر كفتة ما يواكب المرحلة أبدا. انزل انزل، وش عرفكم انتم؟ فوف فوف فوف، سلامات. الناس كلهم طقمه نفس لبسنا، يقلدونا. ما يقلدونا يا سبك انت وياه، ذولا ماشيين على نفس الجدول حقنا. ان شاء الله نلحق نستاجر موتر قبل ما يخلصوا المواتر علينا. يلا يدك على 500 انت وياه. 500 ليه يا ابن الحلال؟ الكشخه هذه والفخامه هذه يبغى لها موتر زي الناس، يبي لها رينج روفر جي كلاس ولا روز رايز، يبغى لنا نحمل كل مقاطع البارت المحذوف. ها وطنخ شبابك قبل ما ترحل ايامك. صح لسانك وابشر بعزك. هذه 500 ريال كنت مخليها لليالي المعاسير، وجاء وقتها وقت المخاسير. في 200 تمشي؟ جبها. انا ما راح اركب معاكم. دار انك طفران يا ابن حلال، جب جب اللي معك. انا معي 20 ريال. تنفع تنفع، نستب فيها الكفرات. جبها. عطها يا عيال. الطابور ده متى يمشي؟ لا يخلص التيون. اما يخلص، ترى مو بحفله، يحس بحفله التيون. شارع ترى مو بحفله. شارع؟ اي شارع ما يخلص. اوكي خلوه علي يا عيال. يا عيال من لي سيارته محروقه برا، يلحق عليها بسرعه. وانت ترى ما طلعت معهم؟ انا جايب تاكسي. جايب تاكسي؟ اي تفضل تفضل. لا لا لا، انت قبلنا امشي. لب الموتر الفخم يا عيال. كويس يا عيال لحقنا على اخر موتر، ولا كان ضاع الجدول. المهم يا عيال طق الثقل ولا تتلفتون واجد. ولد ايش قلت لكم انا؟ ليه؟ لان اي واحد مع موتر فخم يتلفت واجد يعني مستاجره. راحوا عادي.